مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ارحب بضيوفي في الاستوديو وعبر السكايب وعبر الهاتف. قبل الفاصل كنت قد سالت ضيفي عبر الهاتف عبد السلام رزاز عن لماذا تصر المنظمات او لماذا تصر الامم المتحده على ادخال مساعداتها عبر ميناء الحديده ولا ترضى بادخالها عن طريق ميناء عدن، خاصه التي تتعلق بتعز. هذا سؤال موجه لك استاذ عبد السلام. الحقيقة أن هذا السؤال قد يجيب عنه السياسيين والقادة السياسيين أكثر مني. أنا أستغرب أن أطرح هذا السؤال أيضا، لماذا تصر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتسليم الإغاثة والإغاثية عبر مدينة الحديدة التي هي تحت سيطرة الحوثي والانقلابيين؟ لماذا لا تسلم إلى عدن؟ هذا سؤال يطرح نفسه، هذا يؤكد الدور المشبوه للأمم المتحدة. نحن نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية لإنقاذ سكان مدينة تعز ووقف الجرائم. الحصار مستمر على هذه المدينة وهم ينظرون إلينا بصمت، صمتهم يعد مشاركة في الجريمة. عدم إدخال المساعدات عبر المنافذ التي تحت سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني هذا يعتبر ويؤكد أن هناك دور مشبوه للأمم المتحدة وهناك اختراق لهذه المنظمات الدولية. هذا في نظري، وللساسة ولرجال السياسة رأي آخر قد يكون رأي مغاير أو ما شابه. نعم، وهذا ما يفسر أن يقوم الحوثيون بمصادرة مثل هذه المساعدات القادمة من ميناء الحديدة والمتجهة إلى تعز، وأيضا ممثلي الأمم المتحدة سواء الموجودين في اليمن أو في مقر المنظمة يعرفون بأن الحوثيين من يصادرون، حتى أنهم قدموا أو أصدروا بيانات مختلفة وأدعوا أن المعونات تصل إلى المحتاجين بينما هي تصل إلى يد الحوثيين. هناك تساؤل آخر أستاذ نبيل يتعلق بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته لمجلس الأمن يوم الثلاثاء قال أن اليمن بحاجة إلى ما يقارب من 2 مليون أو 2 مليار دولار لسد الاحتياجات الإنسانية داخل المدينة. كيف تستطيع الأمم المتحدة أن تقدم مثل هذا المبلغ مع تساؤل عن دور المنظمات المشبوه حاليا؟ أولا نحن قبل هذا نحن نتساءل أيضا أين ذهبت المساعدات السابقة؟ أين ذهبت المواد الإغاثية التي تم إيصالها إلى تعز أو إلى مناطق الصراع؟ انها كلها ذهبت الى غير مستحقيها بكل ما تعني الكلمه المعنى، يعني لم يتم تسليم اي من المناطق المتضرره ولا من النازحين الذين يقدرون بالملايين في المناطق الصراعات في تعز في اب في كل المناطق التي فيها صراعات. لم يصل من هذه المساعدات اي شيء، كل ما وصلهم هي شراء هذه الحاجات واحتياجاتهم من السوق السوداء وباسعار مضاعفه وعليها يعني شعارات وعليها شعارات الامم المتحده والمنظمات الاغاثيه. يعني نحن امام مهزلة كبيرة. هل نتحدث ايضا عن فساد موجود عند العاملين في المنظمه ام انه فقط تسهيل او انحياز لجهه معينه؟ انا كما قلت لك انا لا نستطيع ان نلقي تهم جزافا على هذه المنظمات، وهي منظمات دوليه لها بروتوكولاتها ولها ادبياتها الناظمه لاعمالها، وهي ليست لاول مره تشتغل، هي موجوده في كل مناطق النزاع في العالم. نحن هنا نتساءل ايضا ونقدم في 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 بدورنا هذه التساؤلات وهذه ونبحث عن اجابات لها في اطار هذه المنظمات. لماذا هذا الخلل الكبير الذي حدث في عمليه ايصال المساعدات لليمن؟ هناك خلل كبير، هناك تواطؤ واضح في من لدى كثير من الرجال العاملين في هذه المنظمات مع سلطه الانقلاب والامر الواقع الموجوده في صنعاء. بالتالي هذه التساؤلات يجب ان تصل لها المسؤولين الامميين، ويجب ان يطرح فيها تحقيق واضح، ونطالب ايضا بوجود لجان امميه او دوليه للرقابه على اداء وسير هذه المنظمات بعد كل هذه التقارير وبعد كل هذه الاتهامات التي تطال هذه المنظمات انها غير نزيهه في عملها وان هناك خلل كبير في ادائها لمهماتها في اليمن. نعم، دعني اتوجه في السؤال فيما يتعلق ايضا في إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في جلسته في مجلس الأمن لضيفنا عبر الهاتف عبد السلام رزاز. عبد السلام، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة دعا الأطراف إلى وقف الحرب وعدم الاقتتال، بينما لم يوضح من هم خلف مواصلة الحرب أو من المتسبب. برأيك كيف ينعكس هذه التصريحات على غموض تصريحات وبيانات الأمم المتحدة حيال الوضع في اليمن والوضع الإنساني بشكل عام؟ هذا يؤكد
ما نذهب إليه من أن الأمم المتحدة والمنظمة الدولية تتعامل بمكيالين وبمعيارين. الأمم المتحدة والعالم اعترف بشرعية عبد الرب منصور كرئيس للدولة، ومع ذلك تتعامل في اليمن في الأحداث في اليمن كطرفين، طرفين نزاع، رغم أنها اعترفت بشرعية عبد الرب والحكومة الشرعية في اليمن، ومع ذلك تتعامل كأن هناك طرفين. أين الحياد في هذا؟ هي تدعي الحياد، وهي بعيدة. الحياد هو أن تنقل الواقع كما هو. الآن انعكس هذا سلبا أمام المدنيين، المدنيين العزال المسالمين، خاصة في مدينة تعز، من هذه التصريحات التي تصدر من منظمات تدعي أو تزعم أنها حامية لحقوق الإنسان وأنها تهتم بحقوق الإنسان وبحرية الإنسان وكرامة. نعم. معبر الدحي الكائن في المنطقة الغربية، والحق وإهانة المواطنين يوميا وباستمرار، قتل مستمر، قصف مستمر، وأين دور الأمم المتحدة من هذا كله؟ إذا دعنا ننقل هذا التساؤل لضيفنا. نريد من الأمم المتحدة الإجابة على هذه الأسئلة. دعنا ننقل هذا التساؤل إلى ضيفنا عبر الإسكايب سيد عبد السلام، إلى السيد توفيق. سيد توفيق، نتساءل أيضا عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في تقديم إحاطته لمجلس الأمن، لماذا لم يطالب الحوثيين باستئناف المحادثات والالتزام بتعهداتهم برفع الحصار عن مدينة تعز والإفراج عن المختطفين؟ والله كما ذكر الإخوة، دور الأمم المتحدة وخطاب الأمم المتحدة خاصة في النزاع السياسي في اليمن الذي يتتبع مساره من قبل سقوط صنعاء إلى اليوم، هو خطاب ضبابي وخطاب هلامي، يحاول أن يضع طرفي، يضع سلطة الانقلاب أو الميليشيات التي خرجت عن سلطات الدولة في السابق، وهي مجرمة بموجب القانون اليمني أو بموجب القانون الدولي. ومع ذلك ظل خطاب بن عمر في السابق وولد الشيخ حاليا يتحدث عن طرفي صراع. هذا التوصيف للأسف الشديد يجب أن يتصدى له من باب القانون الدولي، ويوضح ويعرف حقيقة الأمر، لأننا إلى حد الآن نريد تفسير كما ذكر الأخ نبيل. نحن نريد تفسير حقيقي. الشعب اليمني المهتمين بالقانون الدولي الدارسين في كل مكان يريدون تفسير حقيقي ما من الأمم المتحدة. ما يحدث في اليمن الأمم المتحدة تعتبره صراع بين طرفين، مع أنه كما ذكر الأخ اعترفت بسلطة الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي. فما دام الرئيس وهذه السلطة خرجت عليه، فلماذا يعتبروا أن الطرفين موجودين، يعني سلطة الميليشيات طرف يساوي مع الطرف الشرعي؟ يجب أن تكون الأمم المتحدة وهي سلطة يعني تحفظ أو تسعى لتطبيق المعايير الدولية أنها تكون واضحة في مثل هذا الأمر. أقول في حقيقة الأمر هذا الخطاب يؤجج الصراع، يعطي سلطة الانقلاب مزيد من التعنت في ارتكاب كثير من المجازر. الإحاطة الشاملة الذي إذا نظرنا لها بصورة يعني عامة سنجد أنها للأسف الشديد تعطي الحوثيين سلطة غير سلطة الأمر الواقع، بل سلطة شرعية. عندما تتحدث عنه تعامل عن الإفراج مع السعوديين على أن في إطار جديد تم إنشاؤه كذا إلى آخره، هذه كارثة في حقيقة الأمر، تؤدي ربما هي تسعى إلى إطالة أمد الصراع، وهي التي خلقت انعدام ثقة بين المجتمع اليمني بأطيافه السياسيين والقانونيين والحقوقيين والأمم المتحدة. نحن كأمم المتحدة كمؤسسة دولية نكن لها الاحترام، وما زلنا نؤمن بدورها الذي يجب أن يطبق على الأرض، لكن أيضا من حقنا أن نضع مجموعة من التساؤلات، خاصة أن الواقع كل يوم سواء من خارج اليمن يتكشف لنا عن رشا، عن تواطؤات من قبل مسؤولين أمميين لصالح مجموعة من الأطراف القائمة على الأرض، وهذا الذي يجعل لنا نطالب بلجنة تحقيق في كل ما يحدث تجاه اليمن من قبل العاملين في هذه المنظمة. نعم توفيق، هذا يجعلنا نطرح تساؤل أيضا عليكم أنتم العاملين في المنظمات الإنسانية والرصد، ما الذي عملتموه لتصحيح مسار هذه المنظمة العملاقة والتي تحتوي كل الدول تحت يافطتها وتقدم مساعدات للأوضاع الإنسانية ولا تنحاز لأي طرف؟ ما الذي عملتموه؟ احنا في حقيقة الأمر من هذا المنبر أشكر كل الراصدين العاملين في الميدان المنتشرين في جبهات التماس حقيقة،
لدينا راصدين على الأرض يوثقون كل صغيرة وكل كبيرة. في تقارير الذي يتبع هذا الأمر، تقارير في كافة المجالات، في الطفولة، في المرأة، في الإغاثة الإنسانية، في كل مكان. نحن عندما زرنا جنيف وقفنا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجها لوجه وبين وطرحنا لها حقائق واضحة، أدركنا أنهم حسوا بالإحراج لأنهم يتلقوا تقاريرها من طرف كما ذكرت لك من طرف آخر. لكن أيضا أنا أقول في حقيقة الأمر أنه في هنالك قصور في الإخراج. نحن لدينا توثيق، لدينا معلومات، لدينا مآسي ثبتناها على الأرض، لكن أيضا في أحيانا قصور في إخراجه للعالم. دور الحكومة اليمنية يجب أن يكون في هذا واضح، دور السفارات، دور المنظمات في الخارج يجب أن يكون هنالك دعم واضح، تواصل كبير مع الصحف العالمية ومصادر القرار لبيان هذا الأمر. في ضمور، نعم، في النشاط الدبلوماسي اليمني للأسف الشديد في الخارج، بينما الميليشيات مع نظام المخلوع صالح يستغل خبرته السابقة ولديه مراكز نفوذ في الخارج، ربما يتحركون بأموال طائلة لخلق صورة ضبابية وغير دقيقة. اليوم العالم الغربي، أنا من خلال تواصلي مع بعض الناس، يريدون أن يعرفوا ماذا يحدث في اليمن. أنا أقول المنظمات تقوم بجهد مشكور، لكن أيضا يجب أن تكون هنالك استراتيجية أكثر تأثيرا، نعم، أكثر عمقا لنصل إلى مراكز القرار. أنا أذكر لك نموذج منذ بداية التحالف، الطرف الآخر من ميليشيات إلى غير ذلك شكلوا غرفة عمليات، خاطبوا المجتمع الدولي ربما بسبع لغات وربما يوميا، مبعوث خاطبوا مجلس الأمن، خاطبوا الجمعية العامة. نحن ظلينا في حالة صدمة فترة من الزمن. اليوم يجب أن نتدارك الأمر، نعم، ولا يكون عملنا الحقوقي وقت عند انعقاد مجلس حقوق الإنسان كل 3 أشهر، يجب أن يكون هنالك عمل دائم بين ومرتب أيضا ومرتب يصل إلى مراكز القرار وبعدة نقاط. أنا أعتقد أن لدينا، نعم، حقوقيين مهنيين، لدينا سياسيين ومحللين مهنيين، لدينا أيضا صحفيين على كفاءة عالية. حرام ثم حرام، بل جريمة أن هذه القدرات تهمل ويتحدث أو يتحرك بالملف اليمني وناس ليس لديهم خبرة. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام الحقوقية، كنت معنا في هذه الحلقة. وأتوجه بالسؤال مباشرة إلى ضيفي الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، أيضا ولد الشيخ قدم إحاطته في مجلس الأمن وقال أن الوضع الإنساني لم يتحسن، هل معنى هذا أن ولد الشيخ أعلن عن فشله في هذه المهمة؟ لا شك أنه هذا تصريح خطير، أيضا أنه هو يعلن فشل لكن بطريقة أكثر دبلوماسية كعادته، يعني أنه الوضع الإنساني لم يتحسن. ومتى كان هناك جهود تبذل من أجل تحسين الوضع الإنساني أصلا؟ حينما يتحدث عن أن الوضع الإنساني لم يتحسن، يعني كل الجهود التي تقام بها هذه المنظمة واللي قام بها على المستوى السياسي فيما يتعلق بالحوارات السياسية السابقة، كل الإعدادات وكل جولاته التي قام بها ولد الشيخ، هي كانت ليس فقط إلا تسجيل حضور وإسقاط واجب باعتباره مكلفا دوليا بالملف اليمني، لكن على حقيقة الأمر لم يقدم بطريقة جيدة. ولد الشيخ يعني كثير من الجهود التي بذلها ظلت مثابة جهود ديكورية على مشهد، يعني أراد أن يضفي على مشهد، يعني مشهد معارك وسلاح ودمار وحرب مستعرة، يضفي عليها نوع من الدبلوماسية والخطاب السياسي لتوصيف مشهد أكثر دموية. وبالتالي نحن أمام بون شاسع بين حقيقة ما يراد من خلال التصريحات السياسية التي يبديها بين ولد الشيخ بين مرة بين حين وآخر، وبين المشهد على الأرض، أنه هناك مع أنه القضية هناك بعد واضح جدا لدى وتصور واضح جدا لدى المجتمع الدولي أيضا فيما يتعلق بحقيقة الأمر، هناك شرعية وهناك انقلاب. والخطاب الذي اعتدنا سماعه كثيرا من ولد الشيخ طوال الفترة الماضية، أنه خطاب لا زال يعاكس واقعية المشهد السياسي في اليمن، نعم، لا زال ينظر على للشرعية والانقلاب على أنهم فرسي رهان وأنهم طرفان يتصارعان، فيما حقيقة الأمر يجب التعامل مع هذا المشهد وفق التوصيف الدقيق له، أن هناك شرعية موجودة معترف بها دوليا وهناك انقلاب. هذا الانقلاب أيضا لم يعد مسألة انقلاب على المستوى المحلي أو انقلاب بأدوات لصراع إقليمي واسع في المنطقة باستخدام هذا الانقلاب أو حيثية هذا الانقلاب كورقة من ورقة النفوذ الإيراني في المنطقة. وبالتالي مسألة يعني دبلمسة الحالة السياسية أو المشهد اليمني بهذا الشكل
هو لا يخدم في الأخير سوى إطالة أمد الأزمة في اليمن. نعم. وإطالة أمد الأزمة في اليمن ستجر المنطقة إلى أتون حرب صراع لا تنتهي ربما. لا تنتهي ربما ما لم يكن هناك توصيف حقيقي وتعاطي حقيقي مع التوصيف الموجود، التوصيف الذي يؤمن به وعمل من أجله مجلس الأمن والمبعوث الدولي وهو وفق القرار 22/16. هذا القرار هو ربما أصدق قرار وأدق قرار يوصف الحالة في اليمن. هناك انقلاب وهناك شرعية موجودة معترف بها، يجب أن يتم التعاطي مع الملف اليمني وفقا لهذا القرار، وأي تجاوز لهذا القرار لن يحل الأزمة في اليمن، وأي عملية أخرى غير التعاطي الجاد مع هذا القرار ستزيد المسألة تعقيدا ولن نخرج. وهنا اليوم نحن للذكرى والتاريخ، نحن بعد 10 أشهر من صدور هذا القرار الآن ولم يطبق حتى الآن، لم يطبق حتى الآن، يعني نحن أمام كومة من الأسئلة التي يجب أن تطرح. وقت وأيضا تضيع كثير من الدماء سالت خلال 10 أشهر ولم يطبق هذا القرار. دعني في آخر نصف دقيقة أتوجه بسؤال إلى ضيفي عبر الهاتف عبد السلام. عبد السلام، ولد الشيخ في إحاطتي أيضا في مجلس الأمن تمنى على الأمم المتحدة أن تستمر بإدخال مساعداتها إلى اليمن، لمن ستدخل هذه المساعدات؟ الحقيقة أن ما يذكر من مساعدات هي أقاويل، هي في الخيال. 3000 سلة دخلت إلى تعز منذ 9 أشهر، أدخلتها أو أدخلها مندوب الغذاء العالمي، أدخلت 3000 سلة ل800,000 مواطن بأي معيار هذا؟ أنا أقول الحقيقة منذ ثورة 2011 ونحن تحت وصاية المجتمع الدولي، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته. نحن أصبحنا اليمن أصبحت تحت وصاية المجتمع الدولي، ولذلك كل ما يحدث بسبب الأمم المتحدة وبسبب دورها المشبوه في اليمن، وهي تريد أن تعلق الأمر في اليمن. لو كانت أرادت حل لأدخلت المساعدات إلى المدنيين المحاصرين وفكت الحصار في لحظات. أنا أقول يجب أن على الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه الجرائم بمسؤولية دولية، ولتعلم أن التاريخ يسجل كل شيء والذاكرة يمكن أن تمحى من عقول البشر. نعم، إذا أشكرك كل نعم. شيء. أشكرك جزيل الشكر عبد السلام رزاز، عبد السلام رزاز مدير منظمة العدالة والإنصاف، كنت معنا عبر الهاتف، وأشكرك أنت أيضا ضيفي الكريم أستاذ نبيل البكيري، كنت ضيفنا في هذه الحلقة، الكاتب والمحلل السياسي نبيل البكيري. وأشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب اللقاء والمتابعة، في أمان الله.